هذا الرجل كويتي عريف أو نائب عريف، راح يحكي موضوع كلش مهم. خلي نشوفكم ايش راح يقول. تقعدون تاخذون راحتكم، هذول ما يدرون، طلعوا من ربط عيونهم، هذول مروان تات، كان ما في كهرباء، دنيا ظلمه، خرمس، طلعهم على جمسات حوالي 4 جمسات، كل جمس حط شاله حوالي يمكن 15 20 واحد، جزؤهم وطاروا فيهم. والشباب اللي ذبحوهم معروفين اللي عدموهم. يعني انت تقول بسنه 91 اقتلوا 50 شخص بريء مظلوم. ليش قلت والله يحاسبني وانا حاطه بقلبي للحين؟ ليش النظم؟ وانا ما قدرت، انا ما عندي صلاحيه، انا رئيس عرفه، في ضابط وفي واحد اعلى من الضابط كان ما كان يا داش يعني داش شغلنا. هاي وزاره داخليه ولا تقدر تقول المقفر اللي عدم؟ من اللي عدم بالضبط؟ يعني ما ابي ذكر اسامي، اقصد يعني الامر هذا من منو؟ يا من مسؤول كبير، من وزير ولا من مسؤول كبير؟ يا جماعه الخير، يا شعب الكويتي، يا جماعه والله ظلم ظلم. السالفه صار 23 سنه، واحد شخصية كبيرة مع ضابط المقفر هم تأمروا على قتل الشخص الأشخاص هذول 50 واحد. 50 واحد وأنا قعدت وياهم بالنظارة وعديتهم وصفيتهم طابور وكيتهم شربتهم ماي، كنت يا جماعة أعطوني تلفون تهاليكم، سجلت تلفون تهاليكم، دقيت على أهاليهم قلت يا جماعة ترى عيالكم ادعوا لهم، ادعوا لهم وين راحوا؟ قلت والله ادعوا لهم بس لما تأكد كل واحد أعطي سجلت ورقة وسجلت أساميهم وراحوا. وهذا وقبل بعد قبل كم سنة ريال واضح، ريال خذها بيت أرض بناها، لقى هياكل جماعة مقبرة جماعية 50 واحد. الداخلية ما صرحت، قالوا جنود عراقيين جيش شعبي، مو جيش شعبي ولا جنود عراقيين، ناس مقيمة بالكويت شرفاء. لكن الداخلية عتمت على الموضوع هذا، ويا ريت العقيد عاد الحشاش يرد علي أو يتصل يقول هل الجناسي منهم، خلي يقول شنو الجناسي، ما نرد عليه شنو نقول شنو الجناسي، وأي مغفر لعدمهم ما فيها شيء. ما هو عقيد مدير علاقات عامة؟ خلي يرجع لا تعليق الكلام 50 اللي على مسؤولية عراقي مقيم بالكويت انعدموا وصاروا مقبرة جماعية. خلوا لي الفيديو وياي. 50 عراقي بشهادة رئيس عرفاء كويتي انعدموا وصاروا مقبرة جماعية. أنا كلش أحترم السياسيين الكويتيين، كلش أحترم الحكومة الكويتية، ما تنازلت عن حقها نهائياً بخصوص حرب الحكومة العراقية مع الحكومة الكويتية، لأن الشعوب ما لها علاقة. كلش أحترم الحكومة الكويتية، ما تنازلت عن أي شيء من حقوق الكويتيين، تمام؟ طيب، راح السيد دولة رئيس الوزراء الكاظمي قبل كم يوم للكويت وقال إنه العراق اتعلم قراءة التاريخ من الكويت، فدوى القندرتك ماشي نمشيها، تعلمنا فدوى إلك نمشيها. يطلع جيبوا لي، يطلع رئيس يطلع نبيل شعيل يقول السندباد خليجي فدوى للخلايجة كلهم، ما أريده، ما اريد السندباد غذوه، هو وعلي بابا وياسمينة بالعافية عليكم. يطلع نبيل شعيل يقول السندباد خليجي، ويطلع دولة رئيس الوزراء يقول انه العراقيين تعلموا قراءة التاريخ على ايد الكويت، هم يخالف، فدوى لكم. بس نريد من دولة رئيس الوزراء الكاظمي يجيب لنا حق 50 مقيم، 50 مقيم، وهذا مو كلامي، كلام رئيس عرفاء كويتي أمام الشعب العراقي إلى كل شريف، إلى المحاكم الدولية. ما إحنا ما عندنا مشكلة يا الشعب الكويتي نهائيا، وعندنا أصدقاء كويتيين، بس مال انه الحكومة الكويتية تاخذ حق الغزو النظام السابق على الكويت على اخر مليم، وخمسين عراقي مقيمين يعدمون ويصيرون مقبرة جماعية وما حد يحكي بيهم؟ لا 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 لا، دولتك لا، علمونا القراءة والكتابة واحنا عمرنا 7000 سنة مشيناها،
نبيل شعيل يقول السندباد خليجي مشيناها، ياسمين زوجناها من بطوطة نمشيها، لكن 50 عراقي ينعدمون ويصيرون مقبرة جماعية وينكشف الموضوع هسه، لا لازم يصير حل. هذه مهمتك دولة رئيس الوزراء، هذول عراقيين، هذول لهم أهل، شوف كم سنة صار بس الدم يروح، لازم تنفضح الجرائم، الدم ما يروح.